أعطي الكلمة الآن للسيدة النائبة المحترمة آسيا عبد الله. سيد الرئيس، الكلمة الآن للسيدة النائبة المحترمة ريم شبط. سيدة الوزيرة، في إطار مناقشة الجزء الثاني مشروع قانون المالية، غنبدأ بقطاع التشغيل لمعدل البطالة انتقل من 11.4 إلى 13.5% على المستوى الوطني حسب المندوبية السامية للتخطيط. وبما أنني كنائبة كنمثل جهة فاس مكناس اللي كتعرف ارتفاع مهول في عدد العاطلين عن العمل في ظل حكومة ديال أوراش مؤقتة وبرامج ديال قضي أعدي، الناس فاس سيدة الوزيرة كتعاني من البطالة. أما الصناع التقليديين فكيعانيوا بدورهم من ضعف التسويق وبيع المنتوجات ديال الصناعة التقليدية. السياحة، فاس معروفة كقطب سياحي بامتياز، لكن مع الأسف الحكومة ما عطياش للعاصمة العلمية المكانة التي تستحقها في برامجها. ولما كنهضر على فاس كنهضروا على التاريخ، على الثقافة، على العلم والحضارة. كفاء وبركة متهميش هذه المدينة. المدن الكبرى كلها كتشهد واحد الإقلاع اقتصادي حقيقي إلا مدينة فاس، وكأنهم فروض عليها الحصار والتهميش. لهذا الناس كتقول إن فاس ماضيها أفضل من حاضرها. وراه منين كنهضر على فاس كعاصمة للجهة، فراه تازة، تاونات، مكناس، مولا يعقوب، بولمان، صفرو، إفران والحاجب متضررين. شنو غدير الحكومة لرد اعتبار لهذه المدينة والجهة فاس مكناس ككل؟ بغينا نشوفوا التي جي بي في فاس ومكناس، بغينا الترامواي يكون في فاس، طوبيسات ولاو يجيبوا لنا الشياطة ديال بعض المدن. فاس تستحق طوبيسات كتحترم كرامة المواطن، لهذا بغينا اليوم طوبيسات جداد بمدينة فاس. عندنا أزمة نقل حقيقية في المدينة وبعض النقاط ما كيوصلوهاش الطوبيسات. طبعا حنا كنهضروا على الميزانيات الفرعيه ديال مختلف القطاعات الحكوميه، لكن خاص الحكومه في قانون الماليه دير العداله المجاليه ماشي الاستثمار، والمشاريع الكبرى تتمركز في المدن الكبرى. ونجيو لثاني اكبر مدينه في المغرب اللي هي فاس، وما ادراك ما فاس، ولقاوها مقصيه من حقها في الاستثمار وفي المشاريع الكبرى التي تليق بها كمدينه لها تاريخ عريق. ونطالب الحكومة بالإسراع بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعمل على تبسيط المساطر الإدارية وإزالة التعقيدات والتداخل والتبذير في الوقت والجهد والمال اللي كيتلقاه المواطن في معاملته مع الإدارة. وهذا مشكل كبير، وخا سيدنا الله ينصرو كيأكد في العديد من الخطابات الملكية السامية على تبسيط المساطر، لكن خطابات جلالة الملك حفظه الله فؤاد والحكومة فؤاد. غندوزو القطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحنا كنهضرو على الدولة الاجتماعية، نطالب الحكومة بتحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للأئمة والمؤدينين اللي عندهم مكافأة شهرية هزيلة وغير كافية في ظل غلاء المعيشة. بالنسبة لفئات الأئمة زيادة 1200 درهم على 4 سنوات غير كافية، شنو غيديروا بها؟ والأئمة المجازين عندهم الحق في الحصول على راتب يعادل سلم 10 في الوظيفة العمومية، عوض يبقاو يتخلصوا بالسميك، خاصهم عناية واهتمام خاص. صحيح أن الوزارة كتمنح الفرصة للأئمة المجازين في مباراة التعاقد في كل سنة، لكن لا تتعدى 26 إماما في ربع المملكة، وهذا طبعا رقم هزيل مقارنة مع عدد الأئمة المجازين في المساجد في مختلف ربع المملكة. أما بخصوص قطاع التعليم، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. راه الدول اللي كانت في السبعينات قل منا استثمروا في التعليم ولاو دابا في القمة، وما نمشيوش بعيد. نعطي مثال سنغافورة، الصين، أوروبا الشرقية كي كانت وكي ولات. لهذا خاص رئيس الحكومة يجلس مع الأساتذة ويدير حل فوري، بلا ديروا النية لا تيقوا فينا باش وليداتنا يرجعوا يقراوا والأساتذة يرجعوا الأقسام ديالهم والآباء ما يبقاوش مكرفسين وبلادنا تزيد القدام. أما قطاع انتقال الطاقة
خاص الحكومة تقوم بإعادة تشغيل لسامير. هذا الأمر غيساهم في وضع حد لزيادة الفاحشة في أسعار المحروقات التي ألهبت جيوب المغاربة. لذا يجب على الحكومة أن تفكر في اعتماد استراتيجية وطنية يكون أحد مرتكزاتها إنشاء شركة عمومية تعمل في مجال التنقيب على الغاز والنفط، والتي من الممكن أن توفر عائدات مالية كبيرة للمغرب في حال توصل إلى اكتشافات جديدة، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 48. سيدة النائبة المحترمة.